بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نستحدث إن شاء الله بإذن الله في السيريز دي عن إزاي نتعامل مع أوبجكت من ضمن الأوبجكتس المكونة للكلاس. الأوبجكت اللي راح نتكلم عنه بشكل أساسي بيكون التشير أو الكرسي. السيشن ده بيتكلم عن فنيات التعامل مع التشير أو الكرسي. بمنتهى البساطة لما نحب نقعد على أي كرسي من ضمن الكراسي اللي موجودة في السيشن يا جماعة جاست كليك يمين عليه ونختار ست هير. بمجرد ما انك تقعد على الكرسي انا راح نطلع الكاميرا كنترولز علشان نجيب لفق راوند على الافاتار تبعي. انا كده تقريبا موجود على الست على الكرسي تبعي. طيب اوكي جميل. انا عندي مجموعة بمجرد ما يضغط على الست هير بيطلع لي البانل الصغير ده. البانل ده بيقول لي انت موجود على الاوبجكت ده ومن فضلك اختار الانيميشن. يعني يا جماعة كل اوبجكت او الكرسي ده ليه مجموعة من الانيميشنز. الانيميشنز ديت هي مسافة الحركات اللي انا بعملها. يعني دلوقتي هو بيعمل شوت انيميشنز بيحاول يحط ايده اليمين على ايده الشمال ويحاول يحرك الساعة كأنه لابس شعة معينة ويرمش بعينيه كمان شوية يبدأ يحرك ايده بوضع وراء ظهره وحبه يحرك رجله. ده يا جماعة اسمه انيميشن. الانيميشن دي بتيجي بشكل افتراضي مع او دي احنا محاولين نظبطينها على مين على الكرسي ده. طيب اوكي الكرسي بيديني مجموعة من الانيميشنز المختلفة اللي انا شغال عليه اللي هو الكرنت حاليا اسمه ايه؟ اسمه ليد باك او ليد باك اني انا حاطط ايا يكون الطريق. المهم طب انا لو قلت حاجه اسمها مديتيشن لو انا كليكيت عليها مره من البانل اللي كان ظاهر معايا ده فالصدى بتاع الحركه يا جماعه راح يجي. ممكن المساله بتعتمد على الكونكشن بالانترنت. طيب اوكي لو انا عايز اغير مره تاني الانيميشن بتاعتي بضغط جاست كليك على الكرسي بيظهر لي البانل مره تاني. فلو قلت لهم مثلا حاجه زي فوتور كويستشن لو انا ضغطت عليه هيبتدي هاند اب. انا كده غيرت الانيميشن بشكل باني تقريبا عايز اطرح سؤال. طب انا عايز اغير انيميشن مره تاني بكليك عليه واقول له مثلا سمبلي ست فهيقعد بشكل طبيعي او هيقعد بالوضع الافتراضي على الكرسي بان هو مركز بشكل مباشر في الشخص اللي قدام منه. كليك مره ثانيه لو انا قلت مثلا تو ليجز اب هلاقيه اتربع. كليكت مثلا وقلت له ست بورد زي تقريبا من ان هو ملان فهتلاقيه بيحط ايده على خده ما بين كل فتره والثانيه. لو انا قلت وان ليج اب هلاقيه بياخد الوضع كده بانه رافع رجل لفوق عشان بنطلون شالستون فانت مش شايف السيم بشكل مباشر. ريلاكسد الوضع ريلاكسد هتلاقيه هو اب خالص وحتى طاوي رجل تاني رجل وقاعد بشكل جميل خالص عشان الترابيزه بس قريبه من الكرسي فده وضع ريلاكس هيبتدي هو ياخد راحته خالص. لو انا قلت مثلا حاجه زي انا جربت وان ليج اب من ست ستيل الوضع ده فهلاقي قاعد وحاطط رجل على رجل وتربيع. طبعا الانيميشن دي بتتحرك ما بين كل سين والتاني. دولت تقريبا بيكونوا بخصوص فنيات التعامل مع التشير. طبعا هو كل وضع من انا اهو مره تانية لو انا ضغطت على الكرسي هيبتدي يجيب لي البانل دي. البانل دي فيها الست اوضاع مختلفه. الست اوضاع دولت هيبقوا ان شاء الله باذن الله سيم ما بيننا وبين بعض نحاول نتفقوا عليهم تباعا لما يجي الحديث ان شاء الله باذن الله عن تكنيكات العمل او توظيف استراتيجيه التعلم التعاوني سواء كان التكنيك الاولاني او التكنيك الثاني. فدولت بس بدون الفاندمنتال اللي بيهم تقدر انت تغير السيت بتاعك علشان تقعد على اوضاع مختلفه على الترابيزه بتاعتك. طبعا لو انا خلصت الكلام ده كله جاست بمنتهى البساطه بضغط على ستاند بلاقي الافاتار تبعي يرجع او يقوم من على الكرسي تماما علشان يوقف جنب منه. هدول الفنيات البسيطه للتعامل مع التشير وبكده بنكون ختمنا سيشن اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.